ايضا خشيه القضاء كنت اعتقد من انه يفتعل امر اخر كما افتعله في مساله حادث السير الذي وقع في بيروت. يعني ممكن ان يذهب الى بلد معين ويعلن وفاته ويذهب بالجوازات الاخرى. يعني اعتقد كان القضاء يخشى من هذا الموضوع، لكن هو اختصر الطريق ما حضر الى الجلسه اليوم، وبالتالي من حق المحكمه يعني هاي وارده ممكن انه يروح على بلد ثاني يعلن وفاته. يعني شنو اثباتات عنده جوازات اخرى؟ يعني اذا اعلن وفاته وتمكن من اجراء عمليات اخرى وعنده جوازات ويستبدل جواز باسم الجديد، امر يعني مو معقد ما دام عنده اموال كثيره وبعض الدول تستقبل مثل هكذا حالات، ممكن هذا الامر متوقع.